هذا اول حاجه تنبغيو نشكروا الجماهير ديالنا اللي حضروا الحمد لله بكثافه، واخا كاين شي وحدين ما جاوش ولكن راه باش جيت لمراكش جاو عندنا مساكن تاع مراكش يشجعونا، تنبغيو نشكرهم والحمد لله كانت احسن حاجه ندير لهم هي الفوز. وحنا خدينا هذه المقابله في حق جميع المقابلات، غير هي كتكون شويه امبورطون حيت مقابل ديال الديربي، والحمد لله استطعنا باش نفوزوا. تنبغي نشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به الحمد لله، والحمد لله انا فرحان بزاف حيت اول ديربي ديالي واستطعنا نفوزوا، اللهم لك الحمد. اش نقول لك، الكره هي هذه وما ضيعوا ان بينالتي، ما عرفتش واش فيه ولا ما فيهش، تنشوف الريبلاي وحنا الحمد لله جاتنا اوكازيون موراها وماركينا. والحمد لله على النتيجه ديال اليوم، كنا عارفين ان المقابله ما تكون سهله، كما تنعرفوا ان المقابله ديال الديربي عندهم واحد الخاصيات واحد النكهه اللي ديالها بوحدها، ديما ان المقابله ديال الديربي واخا كنت في شي فريق ضعيف في المقابله ديال الديربي تيرجع داك الفريق كما تنقولوا ليطا ديالو. الحمد لله على الثلاث نقاط اللي غتعطينا ان شاء الله واحد العزيمه وواحد الثقه اللي غتخلينا نبقاو غادي ان شاء الله في لاكورس على البطوله ان شاء الله، وتنتمنى نهديوا الجماهير ديالنا الوداديه اللي تساندنا وللشعب المغربي ان شاء الله اللي كاع ودادي في اي بلاصه. من طبيعه الحال يعني ضروري بعض المرات تكون لا فورم وتتعاود تمشي، يعني الانسان ديما تيخدم تيجتهد باش يرجع لك لا فورم ديالو ويفرح الجماهير اللي يعني ديما تتساندنا ديما تتعاوننا تدفعنا. وتنبغي نشكر اللاعبين حتى هما ولا المدرب اللي تيوضع الثقه في محمد اوناجم، وكما قلت لك تنشكر اللاعبين، وديما ان شاء الله غادي نبقى نخدم باش ديما نبقى نعطي الاحسن لجماهير الوداد ولا المجموعه ان شاء الله. مؤكد لان فريق الوداد الرياضي لعب على الانتصار، عندي من اول لحظه حتى الاخر بدايه المقابله لعبنا على الانتصار وفرضنا اسلوبنا على الفريق. صحيح. وهذيك طبيعتنا في اللعب، ضيعوا ضرب جزاء هما، ما احنا استغلينا الفرصه هذيك وسجلنا هدف وفزنا في المقابله. وفي كره القدم يعني في الخساره وفي الربح، والمؤكد كانوا زوج فرق قاموا مقابله ممتازه على جميع الاوجه. نطعنا الجماهير الحاضره، الجماهير اللي كانت تتفرج معناتها في التلفزيون حسب رايي تمتعوا بكره القدم مزيانه، ونشكر الفريقين على المردود نتاعهم الايجابي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.